لا يؤمنون
وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم. وطائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم بهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا الموعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سور فاكهون هم أزواجهم في ظلال من الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
سلام قولا من رب رحيم. الله سمع الله من حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، لا إله إلا الله.
سبحان الله
Oh,
اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد رسول الله، يا رب صل عليه وسلم حبيب الله منا ومنكم تفضل يا Anak-anak, 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 anak-anak,